هنا اتفضلي. شايفين احنا ايه هتموتنا النهارده؟ ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي قوي، احلى ناس في الدنيا، بنحبكم قوي قوي قوي. ودي مقدمه حضرتك. اتبسطت. هما بيحبوها يا ستي. اتبسطت انت؟ طب الحمد لله. بص يا جماعه، النهارده جايه مين يعرفني اكتر، بس بطريقه غير تقليديه. يعني اشتركوا في القناه. اسمع الكلام في الاخر. النهارده يا جماعه عيالكم فيديو ايه؟ مين يعرفني اكتر؟ تمام. انا هسال سؤال، اللي هيجاوب صح عدى، اللي مش هيجاوب صح هتنزل راسه هنا في الميه ويغرقوا. لو الاثنين بقى هعملهم كده اهو. ماشي، بس كده. ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. لو عجبكم الفيديو بقى تنسوش تعمل لنا ايه؟ عارف تشير كتير في القناه. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وعملوا لكم متاكد كتير ولايكات اكتر، ووصلوا لاي 100,000 مشترك، وعايزينها توصل للمليون وتكبر يا رب. عشان ايه بتعمل فيديوهات جميله قوي قوي. شكرا يا ست. شكرا لك يا مدام سلمى، تذوق حضرتك. ان شاء الله ان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم. يلا بينا يا ستي. يلا. وزي ما قال لكم سلمى وغزل، ما تنسوش تعمل لنا لايكات وكومنتات، وعايزه تقدر تشارك في القناه، وانا كاتبه الاسئله هنا طبعا عشان ما حدش يعرفها. اول سؤال. ايه اكتر حاجه لما بروح اعمل شوبينج عشان اشتري حاجات من يعني هدوم وكده؟ ايه اكتر حاجه انا بحب اشتريها؟ الجزم والشنط. هي غزل انت لسه تفكري؟ انا قلت خلاص. بسرعه غزل. الشنطه. الشنطه؟ للاسف يا غزل انت خسرانه المره دي. انا غلطت وانا هضطر ان انا يلا بينا نبدا تاني سؤال. تمام. تاني سؤال هو ايه اكتر حاجه انا بضيع عليها فلوسي؟ الجزم والشنط برضو. ايه اكتر حاجه بضيع عليها فلوسي؟ الجزم والشنط اكتر حاجه بضيع عليها فلوسي. لا الجزم. ايه اكتر حاجه بضيع عليها فلوسي؟ الجزم. استنى 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 هقول لك الاجابه. بس هقول لك على حاجه. ايه؟ قبل المدرسه؟ قبل المدرسه كان مش الجزم والشنط. يعني اللي هم عندها جزم وشنط مش اي حاجه ثانيه. صح، بس دلوقتي لا، اكتر حاجه بضيع عليها. يعني مزاجك. لا والله، لا انا بقول على الوقت الحالي، انا مالي بزمان، انا من زمان كان في 100 اجابه. خلاص تمام؟ يلا بينا. ايه اكتر حاجه انا بحلم بيها ونفسي احققها جدا؟ اسمه ده؟ تسافري؟ ايه يلا كل واحد ليه اجابه. يبقى عندك اسمه ده ايه؟ كنت انت قايله لي كده. يلا لا اله الا الله. يلا انا نسيت. شنطه. شنط ايه؟ مفيش. بقى بحلم انا بشنط. ايه ما عندك؟ بحلم بشنط. لا غلط. يلا استني، ايه اخر حاجه انا عايزاها اشوفها في حياتي او بحلم بيها؟ تشوفي غزل في مدرسه حلوه ويكونوا تعلمهم حلو. دي اللي كان حاجه بتقوليها قدامي. ايه اكتر حاجه انا بحب احققها؟ تسافري واسمه ده؟ ده انا ان شاء الله اختار انا الاجابه. هي اجابه واحده هتقولوها. اختاري يلا انت وسلمى. قولي اجابه بعد. استني قولي اجابه. هقول لك على حاجه حلوه. استني ايه اكتر حاجه نفسي احققها؟ هقول لك على حاجه. انت ممكن تخيري ما بين حاجتين. لا ما بخيرش. ايه مفيش خيارات. قولي اجابه. قولي اجابه. قولي اجابه. يلا اسلوبها زباله. يلا خلصي. يلا يا سلمى قولي. تفتحي محل حلويات. نكستي بقى. ماشي. الاسود.
البربل غلط يا غزل. وانتي؟ والاسود. الاسود غلط. انتوا لا 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 الابيض لا يا اتقطعت. مش قادره حتى انا بحب اللون الرصاصي يا جماعه. البني يا ستي انا بني. الله. يلا بينا تاني. ايه اكتر اكله انا بحبها جدا جدا جدا؟ السمك المشوي. ها السمك المشوي والبيتزا. هو اجابه واحده عايزاها. انت تحبي السمك المشوي وتعشقي السمك. سمك المشوي ماشي. دي اجابتك. انت بتحبي البيتزا. البيتزا ها سمك مشوي بيتزا. ها مين يكسب؟ برجر. خلصي اجابه واحده مش هختار. ايه انت بتحبي البيتزا. ماشي البيتزا. وانت السمك. اختصي جوه. مين اكتر حد انا بحبه في الدنيا دي كلها؟ غزل نمبر 1 في حياتي. انت بتحبي سلمى. شفتي دخل سلمى يا غزل؟ لا اهي اختاري غزل نمبر 1 في حياتي. انت بتحبيه. لا انا بحب يزن وغزل. طبعا بحبه بس مين اكتر حد بحبه جدا؟ غزل نمبر 1 والله العظيم. انت بتحبيه. انت هي بتقولي غزل انت نمبر 1. صح انا بقول لغزل انت نمبر 1 في حياتي. دي حاجه فعلا لان هي بنتي الاول. بنتي الذكريه. بنتي الاولانيه لازم تكون نمبر 1 في حياتي. يلا اجابات. خلاص مين هيختص؟ انا. ايه ده مين هيختص؟ انا. انتي غلط وانتي غلبانه. لا ماشي صح. لا مش هتغيب. مش هتختص. هي عايزه تختص. هتختصي انت عملتي كده اهو. يلا خلاص. ايه والنبي اقسم بالله تعشى المايه هي. بعد الغطس غضب بتقول ان هجاوب غلط عشان اختص. آه يا جماعه سلمى وغزل ايه اكتر حاجه لما بدخل المطبخ او لما بحب اعملها قوي في المطبخ وانا ليا مزاج كده؟ حلويات مثلا. يعني ايه يعني خصصي لي نوع الحلويات. خصصي لي نوع معين. الحاجه اللي غزل بتعشقها جدا وانا بحبها جدا. الحلويات. دونتس صح غزل. هي غزل عايزه تختص. لا غزل عايزه تجاوب غلط. خضوبي. احنا في بحر الغزل ولا ايه؟ والله انا حاسه مش في بحر. حاسه بس طلعنا ميه. طيب السؤال اللي بعده. ايه اكتر اكله انا بكرهها في حياتي؟ ما باكلهاش. ما اعرفش اكلها. السمك. السمك ايه اللي بتحب السمك؟ انت عارفه هي عايزه تختص. عايزه تختص باين عليها. اكتر حاجه بتكرهيها؟ هي اكتر حاجه في الاكل ما احبهاش كده. ما اعرفش اكلها. ما اعرفش اجي جنبها. يعني لو شفتها ممكن احس ان الدنيا كلها لفت بيا. ما اعرفش شكلها بيضايقني. لا ها واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. انتوا اللي معلش هغيرهولك. يلا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يلا بينا. يا جماعه يا غزل ويا سلمى ايه اكتر لون انا مش بحب البسه؟ ما بعرفش. الالوان الفاقعه؟ لا حددي لي لون واحد انا فعلا ما بحبهوش. ما بعرفش. ما بعرفش البسه. ما بعرفش اجيب حاجه اللون ده ابدا. لا انا بحب الاسود جدا. ماشي الحاجه اللي انا فعلا ما بحبش البسها. ممكن لا اجيبها في لبس. لا اجيبها في اي حاجه. الفوشه الفاقعه مثلا. قولي لي لون. حددي فوشه. بس ها وانت قولي لون بسرعه. بيك. برافو غزل. يلا سلمى.